الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شو تيتي؟ لسه ما تعشيتوا؟ لا لسه. طيب يلا هلا بحط لكم لقمة أكل، بتاكلوا وبتناموا. إيه؟ ما تيتي بتحبنا؟ كيفها؟ شو كيفها؟ إيش عصبي مو بنت؟ والله بعرف، عم بسألك عن الأم، كيفها هلا؟ آه منيحة، هلا صارت منيحة. والولد؟ بجنن يقبر ستة ما أحلى لو تشوفه. منيح ما سمع منك كان طلقها، طلع عقله كبير. كيف لكان؟ طالع لأبوه؟ مساء الخير. أهلين نور، شفت يقبر ستة ما أحلى؟ يقبر ستة، صار لي جايب ثلاثة أولاد ما قلت لواحد يقبر ستة إلا هاد. هدينك بنات بنات، شو مفكر بتقول على البنات يقبروا ستهم؟ اه ايه عفوا، ما تواخذيني عندي ثقب الذاكرة، نسيت الخلفية الثقافية، نسيت. شوف يا عبير، ما في شي. ماما يا بزمتي، اذا ما جابت صبي هالمره الا جوزك لك. يعني يا ماما، انت كان بيرضيكي انه بابا يتجوز عليكي؟ تقبرني انا جبت لابوك صبيان وبنات، مو مثل مرتك خلفتك كلها بنات. بتعرفي ليش ما تجوزت عليكي؟ لا والله ما بعرف، هات لشوف. مو لأنك جبتي لي صبي، بس لأني بحسه أنا معك إنه متجوز أربعة، والشرع ما بيسمح لي يتجوز إلا أربعة. أبو أحمد، عشان تبكي سمعتي كل شيء؟ وخايفة إني أتزوج عليكي؟ مو بس هيك. لكان شو؟ تمنيت لو إني ما سمعت من ورا الباب. حسيت حالي إني حرامية. أنت فعلا حرامية.
حرمية لأنك سرقتي قلبي وحرمتيني حب حدا تاني. بس أنا خايفة يا أحمد، خايفة. أكيد خايفة أنك تجيبي الرابعة. ولادات مبارح كلهم جواب الصبيان. حبيبي صباح الخير. صباح النور. قد الساعة؟ صارت 7. ما قدرت نام كل الليل. أول ما طلعت ضوء جيت لعندك. لعندي أنا؟ وينه الصغير؟ ما بعرف. مرت عمو؟ صباح الخير. صباح النور. مرت عمو وين الصغير؟ يمكن أخذوا يحمموا. أنا رايح أشوفه. كيفك هلأ؟ مبسوطة؟ مبسوطة من شاني ومن شانك. الله يخلينا إياه، من شاني ومن شانك. أحمد تعالي شوي. يقولوا الولد مو عندهم. مو معقول. شلون يعني مو عنده؟ وين بده يكون لك؟ ما بعرف ما بعرف. شوفي قليلي شوفي. ماما ماما نحن ما أخذنا مو عندنا. شو يعني ما أخذتوه مو عندكم؟ وين بده يكون لك؟ مشان الله لا ترفع صوتك يا ابني، والله إذا سمعتك عبير بتجن. طولوا بالكم يا جماعة، وين بده يكون؟ شوفي الطفل بالغرفة 202 ما عم نلاقيه. كيف يعني ما عم تلاقوه؟ ها؟
الو مكتب الدخول، وينه سعيد؟ اعطيني اياه بسرعه. ايه سعيد، ممنوع حدا يطلع من عندك وحامل طفل رضيع، مين ما كان يكون. عندنا طفل مفقود من المستشفى. شو يعني مكتب الدخول؟ ابني هون عندكم بالمشفى وبدكم تلاقوه. امبارح المساجد على المستشفى ولدت، جابوا لها الولد حطوه بغرفته، فاتوا الصبح ما لقوا الولد. طيب صار شي حادثه مشابهه قبل؟ لا لا ابدا اعوذ بالله. ماشي، ابو الولد وينه؟ واقف من الصبح على باب المستشفى، راح يجن وعملنا فضيحه. ماما خدي البنات ورجعوا على البيت. مش خير؟ شوفي ماما الله يخليكي من دون ما تسأليني، خدي البنات ورجعوا على البيت. يو شوفي صار له شي ولد؟ ما بعرف، ضاع الولد يا أمي، ضاع. شلون يعني ضاع؟ فهمني. لا تسأليني على شي، خدي البنات ورجعوا يلا. بابا بابا وين؟ روحوا تعينا هون. أنا مريت لعندها آخر مرة الساعة 12 بالليل، كان كل شي طبيعي والطفل نايم. ومين كان عندها؟ أمها، أمها نامت معها بنفس الغرفة. وإمتى سمعت باختفاء الطفل؟ الصبح حوالي الساعة 7 إجت أمها لعنا عم تسأل عنه، فكرت إنه نحن أخذناه. يعني اختفاء الطفل صار بين الساعة 12 بالليل والساعة 7 الصبح؟ أكيد. فوت بدو ياك. أنت الموظف في مكتب الاستعلامات؟ نعم. عود عود. لازم يحطوا شرطي على كل باب بعد اليوم، مو معقول. ليش ما عم ترد علي؟ ما يكون صار لها شيء. الدكتور أعطاها أبرة مشان تنام وترتاح. ترتاح؟ إذا ما رجعوا لها أبنا يا حياتنا ما راح ترتاح.
ليش قاعدة بآخر الباص؟ قربي لقدام أريح لك، قربي. لك قربي لقدام، الكراسي كلياتها فاضية. شو قصتك يا بنت الحلال؟ ولك من أول ما طلعتي معي وانت خايفة، ليكون خايفة مني ها؟ الله وكيلك أنا ما بخوف، أنا يسر وهاني على قد ما تقولي. وانت قدعة بنت حلال، من أول ما فتت الكراج قلت بدي باص كارسة لوحدي عبيتي نافوخي، قلت لك في عمري يمو على راسي. هذا الببو لك؟ لا مو معقول يكون إلك. إيه مو معقول يكون ابنك. إيه ما بتصدق الولدان جديد، تكون تعبانة وش أصفر وانت خزيت العين على هالجسم وعلى هالوش. يا الله وكيلك ما بتصدق، يا دوب عمره يومين. شو بك ليش خفتي؟ متفقنا بلا خوف. الله وكيلك من أول ما شفتك تذكرت المرحومة مرتي، عطتك عمره من 5 سنين، من يوميتها أنا وحداني مثل ما بيقولوا أعزب دهر لا أرمل شهر. بس أنا ماني أدران، يعني ما شفت المرة اللي تعجبني. شو رأيك بها القصة؟ هاتي عنك، هاتي. هذا إلي. هاتي عنك، لا تخافي لا تخافي. هذا إلي. هاتي عنك، هاتي عنك. لك وينك يا حرمة؟ وين رحتي يا مجنونة؟ ارجعي خدي ابنك. لك وينك يا حرمة؟ لك هذا ابنك ما بدك تاخذيه؟ يعني ما غادرت المستشفى نهائيا. دكتور وين فايد؟ هذا هو ابو الولد سيادة المحقق. اهلا وسهلا، تفضل ارتاح. ارتاح؟ يعني من الساعة 12 بالليل للساعة 7 الصبح ما شفت حدا حامل الولد وطالع؟ لا. كتبت؟
كتب سيدي. برأيك الولد لساته جوات المستشفى؟ ما بعرف. أو يمكن خطفه وطار عن طريق السطح. وموقع على إفادتك. رح نطلبك على الفرع لاستكمال التحقيق. فلا تغيب. ألو. احترامي سيدي. يبدو أن القصة صحيحة. الطفل مسروق وما حدا بيعرف عنه شيء. طبعا سيدي. أنا رأيي نعمم برقية على المخافر والدوريات. ممكن أنه أنا موجود هون. بخبركم بأي شيء يصير معي. يعني طهبا بيعرف يمشي؟ ما بعرف سكتي. أصلا هو ما ضاع، سرقوه. مين سرقوه؟ من هون. شو يا أختي، وين رايحة؟ سألتك وين رايحة لك أختي؟ أختي أنا سألتك أنتي لوين رايحة؟ هذا الولد إليك؟ أكيد إليك؟ ابن بنتي. شبو هذا يا اما جوعان يا اما مرضان، على الاغلب جوعان، اكيد جوعان. شو ما معك حليب؟ طيب اختي انت ما قلتي لي وين رايحه؟ أختي أنا من هي الضيعة،
شو رايك وصلك على ضيعتي؟ لا الله يخليك، وديني على ضيعتي. الله يخليك. يا على عيني اختي، بس راح امرق بالبيت خبرون وبعدين بوصلك. ارجع لعندك يا رب. ولا اقول لك هاتي هالولد وانزلي معي مشان يرضع. ايه مرتي مرضعه انا. يلا شرفي اختي. خدمت بالقضاء، لا سمعت ولا مر علي هيك حدث. ومنين يسرق الولد؟ من حضن امه؟ مو بس من امه كمان، من ام امه. ناموا حضراتهم وتركوا الولد يروح من بين ايديهم. صوتي صوتك، هلا بتكون المرأة بتموت. نحن ما ادري مشاعركم، بس اذا سمحتوا تطلعوا لبرا مشان نكمل شغلنا. تفضلي. تفضلي. حرام كان ميت من الجوع. منين جايب لنا هالمجنونة؟ مجنونة؟ مجنونة ونص. من أول ما إجت ما حكت ولا كلمة، وعيونها طايرة هيك مثل المرعوبة. من شو بدها تكون مرعوبة؟ ما بعرف. كلمة شكرا ما قالت لي. لا شكر على واجب يا أم راشد. شبك أنت؟ أبو راشد أنا مالي بنص عقل. هي الحرمة في وراها شي، وهذا الولد ما نو ابن بنته مثل ما عم تحكي، وما لا علاقة فيه. مبينة الصبي ما بيجي عمره يومين. لكن منين جابته؟ ما بعرف. أنا عم أسألك أنت منين جبتون؟ لقيتهم على الطريق من جبتون معي. إيه ولوين أخذون؟ بدي وصلها على طيعتها. شو اتركها؟ يا رجال بركي وراها قصة. شو قصة ما قصة يا بنت الحلال؟ ما في شي. ما بعرف. أنا ماني مرتاحة لهي الحرمة ابنه، وهذا الولد ما نو ابن بنته مثل ما عم تقول، وما لا علاقة فيه. وفهم أنا عندي جوز ولاد وماني عرفانة كيف بدي ربيهم. معقول؟ أنا ما عم بتهمك، أنا عم بسألك شفتي حدا؟ شو شفت؟ ما شفت ولد، قصدي ما شفت حدا. ناولي دفتر الضبط. تفضل سيدي. اختي شرفي معي. ابو راشد انت سبيني على السيارة. برجع وبقول لك في وراء الحرمة قصة. فهمت والله فهمت. طالما فهمت ليش رايح معها؟ رح أوصلها لعند أهلها وأفهم شو قصتها. شو بدك بوجعتها الرأس؟ شغلي وعلقنا فيها، لازم نكملها للآخر. لما بدك إياني نايمها ببيتي ولا زدتها بالشارع؟ شو صار معكم؟ لسه
شو يعني لسه؟ وابني خلاص؟ دكتور إذا بتريد بتبلغ كل اللي حققنا معهم ما يغادروا البلد لأنه ممكن نحتاجهم مرة تانية. أمرك. يلا تيتي اتركوا من ايديكم وعدوا كله. أنا اليوم ما قدرت أطبخ شيء قضيناها على النواشف. تيتي مين جوعني؟ وأنا كمان تيتي مالي جوعان. أنا بعرف ليش مالكم جوعانين بس شو بدي أحكي؟ الله يسامح أمكم على العمل اللي عملتها. شو عملت ماما؟ أنا شو عملت؟ بس خلت تسمعنا تيتي. تسمعنا إذا هي ما بتحب الماما أنا بحبها بحبها. شلون هيك صار وانتوا قاعدين؟ شو نحن قاعدين بالصحراء؟ نحن بمستشفى. بعدين هو مال ولا ذهب حتى ينسرق؟ هو اغلى من الذهب. مشان الله مشان الله يا ابو احمد لا تزيدوها على قلب عبير. بجوز تموت وما تقوم منها. معك حق معك حق عمو عبير. عمو عبير لا تخافي بابا لا تخافي أنا معك إلا بيلتقوي بدي يروح. لا تخافي بابا لا تخافي لا تخافي عبير. وصلك اختي ما بصير تروحي لحالك لازم انا وصلك لعند اهلك. روح سلامتك ماما. ابني سلامتك حبيبي. جيبني اعطوني ابني ابني. جيبني سمكة تسبع. الله يعطيك العافية. أهلين شو صار معك؟ ما صار معي شيء تركت بضيعتها ورجعت. يعني ما شفت حدا من أهلها؟ ما شفت حدا منهم. ايه يمينها من هالسيري. والولد؟ أخذته معها وراحت هيك؟ بهالبساطة؟ اللي بيسمعك عم تحكي عن هالولد بيقول إنه ابنك. ايه مزبوط هذا الولد بعد ما رضع مني صار كأنه ابني. يعني أنا هلأ أمه برضاعة لازم أعرف شي عنه. شو اللي بتحبي تعرفيه؟ حاتم هاي الحرمة ما لها علاقة بهالولد. من الإحرام الملفوف فيه من الأواعي اللي ملبسينه إياها أهله فهمت إنه هاي الحرمة ما لها علاقة فيه. شو يعني بدي كان يحقق معها؟ لا بس لازم تخبر حدا. شيل المسؤولية عن ظهرك. أي مسؤولية؟ مسؤولية إنك شاركت بهيك عملة. عملة؟ حاتم المخفر بيبعد عنا بس 100 متر. بتحمل حالك بتروح بتشوف أبو عزات رئيس المخفر وبتخبره. شيل عن ظهرك نصيحة. أنا اللي ما عم بقدر أفهمه أن مستشفى طويلة عريضة فيها دكاترة وأطباء ممرضين وفيها زل معالم وريسبشن ولد بينسرق من حضن أمه بوضح النهار كيف؟ أنا ما بقدر إلا غير أنه الحق معك بس برأيي هلأ لازم نركز على الأم. سلامة الأم هي هدفنا. طيب وسلامة الولد؟
يعني كله مهم بس في شيء بالايد وفي شيء مو بالايد. يا دكتور كان في شيء بالايد وراح، راح ما بقى يرجع. على كل نتيجه التحليلات اللي عملناها للام تبين انه خضاب الدم عندها كثير منخفض، لذلك طلبنا لها كميات اضافيه من الدم لنعوضها. طبعا يلي صار عندكم بينشف الدم. بابا بابا اشتق الولد. يعني اجاك ثلاث بنات بالاول وبعدين اجاك الصبي. ما لازم شوفه بالاول لحتى اقول انه اجاني؟ والله يا اخ احمد بدك تتوقع كل شيء. طفل ما عمره يومين بتعرض لهيك حالي. والله صعبه هالبنت الحرام ما عرفت تسرق لي الصبي. وشو بدك اياها تسرق بنت وتاخذ الهم عن قلب صاحبه؟ وين صرت هلا؟ نحن على الطريق. شو نوع سيارتك؟ ماشي مع السلامة. هي التقى الصبي بس عايش ميت ما حدا بيعرف. يا رب يا رب يا خوفي عليك يا ابني يا احمد. ما لحقت فرحتك تفوت لباب البيت. وهديك اللي رايحه تموت بالمستشفى مالي خايفه عليها ولا تموت مع شيء. اذا صار له شيء لهالصبي بتكوني انت السبب. انا ما بتجيب الا بنات، ما بتجيب الا بنات. وهي جابت صبي بس بجوز الله ينتقم منك ويحرمنا منه. انت بتعرف يا مختار اني انا طلقتها من 5 سنين وهلا جايتني بعد 5 سنين فاتت على بيتي وحاملت لي ولد رضيع وعملت لي هي جبت لك ولد. طيب من وين جابت هالولد؟ انا شو بيعرفني شو بيعرفني؟ مش انا هيك بعت ورا حضرتك وحضرة المختار مشان تتصرفوا. بس هي كانت مرتك ام بناتك. لك شو نسيت يا جابر؟ ما نسيت يا مختار. هي كانت مرتي وام بناتي قبل 5 سنين بس بعد ما طلقتها ورجعت لعند أهلها جنت جنت يا مختار. أنت اللي جننتها. يعني مين جننها غيرك؟ ها قبل 5 سنين هالمنظوم طلق مرته وسفرها لعند أهلها. قال شو؟ ما عم تجيب له صبيان وحرم هالمسكينة من بناتها. هاد هاد اللي عامل حاله مسكين وعم يشتكي لك. وتجوزت بعدها
واللي تجوزتها ما جابت لك لا بنات ولا صبيان. شو ربحت يا جابر؟ الحقيقة ما حدا بيعرف مين بيساعده بحياته، الصبيان ولا البنات. والولد اللي معي يا جابر شو بدنا نساوي فيه بمخفر الشرطة؟ بعدين منين جاي بهالولد؟ مين أهله؟ مين أبوه ومين أمه؟ يا أنا بعرف أغلب الزلزلة من أهله، بس مين أهله؟ الله أعلم. وشو رأيك يا مختار؟ كيف بدنا نلاقي حل لهي المشكلة؟ أنا بشوف إنه مخفر الشرطة لازم يتصرف، لأنه إذا مات الولد هون ببيتي ما رح يجيني خير، وجيرانكم بتعرفوا. بعدين أنا مطلق يا جماعة، ما بصير هيك فوت على بيتي. أنت ما طلقته وبس، أنت جننته. من شان الله يا مختار لا زيد على قلبي، لا زيد على قلبي. يا أبي صحيح أمي رجعت؟ روحي من هون. يا أبي أمي رجعت؟ قلت لك روحي من هون. أمي؟ أمي شبك؟ أنا عليا ما عرفتيني؟ أنا لازم أخبر إخواتي. هو بعد ما طلقها وسفرها لعند أهلها إجانا خبر إنه هي صار معها مرض، هذا اللي بيقولوا عنه انصقال انصقال، والله ما بعرف، يعني نص مجنونة. ممكن يكون انفصام بالشخصية، يعني الواحد أحيانا بيحس حاله إنه واحد تاني، يعني شخص تاني. مزبوط، هذا هو اللي عم تقول عليه، يعني مو جنان، بس ساعات هيك وساعات هيك. يا الله، على سكون نشوف مين إجا. بس هو اللي جنى عليها. يا مختار، يا مختار. ايه ايه يلا هربت يا مختار، اخذت الولد معها وهربت. لوين هربت؟ ناحل بساتين. والصبي معها؟ الصبي معها. سيادة مقدم، اذا الولد مات او صار له شيء انا مالي علاقة. وينها؟ هربت ناحل بساتين. من وين يعني؟ ناحل بسات بالبساتين ما بعرف. هيا بساتين بتمشطوا لي كل المنطقة، بدي اياها. بتدوروا كل مكان لتلاقوها. بدي ابني. طولي بالك عبير، ابني مو زينك. ارتاحي حبيبتي، الله اعطيني ابني.
عبير اعطيني ولدي. طولي بالك حبيبتي، اعطيني ولدي عبير، ان شاء الله اعطيني ولدي. اهدي حبيبتي، اهدي ابني، طولي بالك. جو عم يتغير شوي، غيم شوي صحو، ان شاء الله الامور تمضي على خير. يا أخ أحمد، ولك ارجعي ارجعي لوين رايحة؟ انت ارجع يا لك، لا تكبي بالمي، الله يوفقك برجع. ارجعوا ارجعوا انتوا ارجعوا انتوا، انا بدبر حالي. عزيزي اسمعيني يا عزيزي، ما بقي غير انا وانتي، بتذكري انا وانتي بس مثل ما كنا باول ايامنا. يا عزيزي عزيزي حبيبي، انا غلطت معك ويشهد ربي علي اني ندمان، ندمان كثير يا عزيزي، ندمان على ايام اللي راحت من عمرنا. عزيزي عزيزي، أنا كنت ناوي رجعك، كنت ناوي رجعك ترجعي لبيتك وولادك، بس كنت خايف منك، خايف من حالي، خايف من اللي عملته معك. رجعي يا عزيزي، رجعي عزيزي، أنت حبيبتي، أنت نور عيوني، أنا ما نسيتك بروب يا عزيزي، ما نسيتك بروب يا عزيزي. رجعي يا عزيزي، عزيزي رجعي لنعيش آخر أيامنا مع بعضنا يا عزيزي، عزيزي هاي أولادنا أجوا يا عزيزي، أولادنا أولادك يا عزيزي، أولادك يا عزيزي، هاي أولادنا أولادنا، هدول أولادنا يا عزيزي. ترجعي لنا؟ الله يسلمك يا تخيلك يا أمي، اللي تتركينا وهيك مخبوعة كل الليلة